هاي المنطقة مو مشروعة. عام 90 بعد الألف تم توزيع القطع الأراضي الزراعية حسب قانون العقد 350 والمقسمة لخمسة قطع زراعية، مساحة كل واحدة منها 50 دونما، دخلت ضمن التصميم لمدينة كربلاء عام 2011. تحتوي هذه الأراضي على أكثر من 7000 نخلة مع أشجار مثمرة أخرى، ناهيك عن الثروة الحيوانية، ليأتي اليوم الأخير لعام 2020 لتهدم المزارع والبيوت على ساكنيها دون تبليغ رسمي على حد قولهم. بالنسبة للمزارع الصحراوية مقسمة هذه القطع الموجودة خمس قطع، مساحة كل قطعة 50 دونم، تفرغ زراعي قانون 350. هاي الأراضي تاريخ العقد مالها سنة 1990، بسنة 2011 دخل ضمن التصميم. من دخل ضمن التصميم قانونا يجب أن يبلغ المزارع بالتصميم، لحد هذا اليوم ما مبلغ المزارع بالنسبة للتصميم الأساسي. تهديم البيوت واعتقال الموجودين وإصابة إحدى العوائل على إثر الجرافات التي لم يقف أمام أي إنسانية بالعمل ليجبرهم على توقيع بنود عقد تحت ضغط قوات الأمن الموجودين داخل الأرض لتهجر عوائل المزارعين في صحراء كربلاء دون أي حقوق تذكر كما يقولون. كنا احنا ساكنين هنا بالمزارع وبايتين ببيوتنا، ما حسينا إلا الآليات الساعة بالسبعة الصبح دخلت علينا، رحنا طبينا عليهم سلام عليكم سلام، يا بتفضلوا وش رايدين؟ كان نقول جايين احنا نريد نفتح طرق منا ونريد ناخذ هاي المزارع وانتم متعوضين. دخلت قبل آليات وبدت قام تجرف، أول ما بدوا عندنا هناك ما يقارب حوالي بالمئتين وخمسين إلى 300 مشعاب من البصل بدوا بقلعة، وقاموا يوقفون أهل الستوتات المارة ذولا أهل الحلال، تعال شيل اخذ الحلالك ثق بالله عبيهن يابا، اوقف اعطيني مجال خل اطلع عوائلي، يقول لي اطلعهن ومنهن والله حتى والدتي وقع عليها الحائط بلوكتين من الحائط وقعنا عليها والله العظيم. المعنيون في المحافظة يوضحون أن هذه الأراضي هي داخلة ضمن التصميم الأساسي للمدينة والتي ستوزع للقوات الأمنية والصحية وبعض الشرائح الأخرى لتشكل لجان مختصة بالتعويضات المالية التي كما وصفها بالمنصفة لجميع الفلاحين. هذه الأراضي التي الآن بدأ الكلام عنها هي أراضي دخلت ضمن التصميم الأساسي لمحافظة كربلاء، ومن المقرر أنه توزع كقطع أراضي لرجال الصد الأول من الأخوة في دائرة صحة كربلاء، وأيضا الجهاز الساند الجهاز الأمني الساند وبعض شرائح المجتمع. كان فيها عقود زراعية، تم رفع يد الإصلاح الزراعي عنها في عام 2019، وتم تشكيل لجان للتعويض، وبالفعل قسم من أصحاب العقود تم تعويضهم وقسم اعترض على مبلغ التعويض وذهب إلى المحاكم. حقيقة المتضرر بالإمكان يرجع إلى القضاء العراقي، والقضاء في كربلاء حقيقة له مواقف جيدة وحيادية ومنصف سواء كان للحكومة أو للمواطن. طرق مشددة تستخدمها الدولة في إرجاع أراضيها لتوزع مرة أخرى على مواطنيها. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.